على بركة الله. إذن مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من إقليم برشيد، من إقليم برشيد يعني استعدادات على قدم وساق للانطلاق المهرجان السنوي الحساسنة المزامزة لفن التبوردة التقليدية في دورته الثالثة. يعني اليوم اليوم يعني بقى يومين على افتتاح انطلاق عفوا مهرجان الحساسنة بإقليم برشيد. الآن استعدادات على قدم وساق، يعني كيحطوا الآن الخيم وكي يعني كاين الإضاءة وبطبيعة الحال يعني كل شيء كيوجدوه لهاد المهرجان كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق المهرجان السنوي احساسنا مزمزة لفن التبوردة التقليدية في دورته الثالثة. طبيعة الحال غادي يكون نهار 13، يعني 13 في هاد الشهر هذا مشاهدي كرام، شهر غشت، يعني نهار 3 اليوم السبت لحد 2/3، يعني 3 هو الانطلاق ديال هاد المهرجان السنوي كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فهذا هو المحرك ديال الخيل كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني المحرك هو هذا. فهنا يعني من هنا كتكون انطلاقة ديال السرب المشاركة، وبطبيعة الحال هنا فين كيكون انتهاء ديال الانطلاق بطبيعة الحال كيخرجوا البارود أمام هاد الخيمات اللي مازال يعني كيصوبوا في الخيمات بطبيعة الحال، وكتكون هنا يعني الخيمة كما كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من إقليم برشيد بالضبط. السلام عليكم. نعم إقليم برشيد بالضبط، كنتواجدوا بجماعة الحساسنة الحساسنة يعني والمهرجان الحساسنة مزمزة. يعني كيف ما كتشوفوا معنا يعني الناس ديال الإنارة العمومية كيصوبوا في الإنارة ديال فضاء المحرك. فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر، يعني الخيالة بداو كيجيبوا الخيمات ديالهم، لأن هاد الخيمات هادو يعني كلهم ديال الخيالة، الناس ديال السربات بطبيعة الحال كيجيبوا الخيمات ديالهم، ويعني كتبقى واحد النهار ديال يعني نهار ولا يومين فكيجيبوا الخيل، لأن ما يمكنش غادي تجيب الخيل غادي تخليهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام وهما واقفين يعني في الشمس، خاصو يكون في البلاصه اللي مخصصه للخيل بطبيعه الحال، لانه الخيل حساس فخاصو بطبيعه الحال انه ما يتكرفش. فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من إقليم برشيد كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فهذا هو فضاء المحرك كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر. يعني استعدادات على قدم وساق لمهرجان انطلق يعني مهرجان السنوي الحساسنا المزمزة لفن التبوردة التقليدية في دورته الثالثة. فكما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر، يعني بطبيعة الحال غادي يكون في هذا الشهر هذا يوم 13 لانطلاق يعني
مهرجان الحساسنا المزمزة لفن التبوريدة التقليدية، لهذا الفن ديال التبوريدة وهذا التراث ديال التبوريدة التقليدية، هو تراث مغربي أصيل أبن عن جد طبيعة الحال ديالنا ديال المغرب وديال جدودنا، ما جيبينوش بشي بلاصة أخرى. يعني هاد الفن ديال التبوريدة وهاد التراث يعني لا مادي فهو مغربي، ماشي غير 100%، غادي نقوله 1000000%، يعني ماشي غير 100%، 1000000%. يعني هاد الفن ديال التبوريدة اللي كنعتزو به كمغاربة بطبيعة الحال كيكون بالخيل، والخيل هي خير كما كان كما كيقولوا الناس، فالخيل خير. وبطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا معنا راه ملي كيطلعوا الفرسان الخيل ديالهم فوق الخيل ديالهم كيكون يعني بطبيعة الحال واحد الزي مغربي أصيل، يعني بالرزة ولا بالجلابة البلدية ولا بالحيك، يعني السلام عليكم، يعني بالحيك كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدين قناة شوف تيفي. ف يعني الاستعدادات على قدم وساق مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. إذا ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدي كرام ونشكركم على حسن متابعتكم، وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير خويا، الله يطول لي في عمرك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. دقيقة أنا معك خويا.